توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية تحمل 93 طنا من المساعدات تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، يبلغ بذلك مجموع الطائرات 13 طائرة بإجمالي 402. الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع. جاري الآن بدعم من صندوق قطر للتنمية تحميل مساعدات من قبل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، تحمل طائرتان عسكريتان، الطائرة الأولى محملة بجمالي وزن 47 طن، والطائرة الثانية بجمالي وزن 54 طن. تتكون المساعدات من مواد غذائية وبطانيات ومخيمات لأشقائنا الفلسطينيين في غزة.